في أدوار اخترتها بعشوائية وندمت عليها بكل صراحة؟ أي، لأن إحنا خص العام أعتقد إذا ماني غلطان يتفت كذي إنه كانوا يحطون الفنانين أو خلينا نقول الممثلين بالعمل بناء على عدد متابعينه. شنو يمنع عندنا أحمد بكل صراحة إنه يكون عندنا مسرح سياسي في الوقت الراهن؟ ما نقدر ندي رأينا المجتمع صراحة حساس. شنو ردك أحمد على اللي قلنا سبب شهرة أحمد النجار ليالي دهراب؟ أنا حفرت فيديو ريولي من الجامعة، كنت أمثل حتى حق طلبة اللي عندهم عبارتهم طلبة الإعلام، كان عندهم بحث تخرج يسوي فيديو، أنا كنت أمثل عندهم. الناس هي مصممة تحطنا في هذا القالب. تسرعك وعفويتك يا أحمد ما تخاف تدخلك في مشاكل؟ لازم أتوب من التسرع هذا، يا الدنيا تطقني طرقات يا أنا أطق نفسي طرقات. في مثل روسي يقول أن تبدأ متأخراً خير لك من ألا تبدأ. حلو الإنسان يسعى لتحقيق حلمه، والأحلى أن يدرس خطواته بعناية. في ناس تدرس خطواتها بعناية، وفي ناس ماشي على البركة. اليوم ضيفنا فنان متميز برز في الآونة الأخيرة في أدوار متميزة، معنا الفنان أحمد النجار. حياك الله في بودكاستنا علياء. الله يخليك سمج. طبعا أناديك أحمد شكري النجار ولا أحمد النجار؟ أحمد شكري علي، فني. فني. طيب تضايق إذا أنا عرفتك قلت إن مثلا أنت وجه جديد؟ يعني إذا بعرفك أقول الوجه الجديد، تفضل الوجه الجديد ولا الفنان أحمد النجار بكل صراحة؟ ما أفضل فنان. ليش؟ فنان صعبة كلمة فنان، حق واحد فنان صدق يعني فنان. وأنت شو قاعد تسوي؟ أنت لك أعمال؟ إن شاء الله، يعني توني بسم الله أنا بداية على قولتهم، أنا ما كان ممكن خلينا نقول بداية الفعلية 2019، يعني ما قفضت الخمس سنين، على قولتهم أصل العشرة أقول عن نفسي فنان يمكن، لأن أنا على قولتهم للحين بوقت الغلط وبوقت بعد ريض الفنان. ريض. طيب شو اللي تحتاجه عشان تكون فنان؟ ما أدري بكل صراحة، شو اللي أنت تقول؟ أنا كأحمد شنو أحتاج، شنو ناقصني؟ إيه أنت أحتاج أمارس أكثر، أنا مو دارس الفن. مو شرط، في ناس وايد ما درست الفن ونجمت وصارت من أفضل الفنانين. مو إيه، بس مو ببدايته، أكيد مو ببدايته، بعد ما تبي إن يكون عندك خبرة. إيه أكيد، يعني خليني أعتبر إن أنا التمثيل اللي الحين قاعد أسويه بالنسبة لي أنا كأحمد يعتبر الدورات بالنسبة لي، يعني حلو. نرجع لنفس الشيء، أنا جاهز حق فنان بس مو الحين، حق بعدين لما أكون أنا مقدم العمل الفني هذا اللي يعيش. عمل أنا قدمه يخلص بسنة، هذا مو عمل فني. لأي مدى جنونك بالفن ممكن يوصل؟ مو وايد، مو أنا شوي حذر، متحفظ من أين؟ على المجتمع اللي إحنا فيه، على الموضوع، على عاداتنا وتقاليدنا. أنا ضد اللي يقولك أنا صلخ على عادات التقاليد، اللي ما له أول ما له تالي. هذا حكي أنت مقتنع فيه ولا؟ 100%. أنا خلينا نقول مجبور، لأن في لا مجتمع إنه محافظ و... مجبور، أكيد مجبور. إحنا أنا حريتي توقف عند حرية الناس. بس يقولون الفنون جنون. طبعًا، بس مو كل جنون يطلع. طلعنا جنوننا كله، قالوا عنا ميانين. إحنا ما نبي يقولون عنا ميانين، إحنا نبي الجنون هذا المبهر مثل ما يقولون، نحافظ، خلي جنوننا إحنا ببيتنا. بس أنا شايف إن أحمد أنت بشخصيتك يعني في عندك اندفاعية. وايد. صح، في أدوار اخترتها بعشوائية وندمت عليها بكل صراحة. أي. مو ندمت عليها، ماكو ندم إن شاء الله. كل طراق بتعلم. إحنا على قولتهم، إحنا نذكر إحنا بالكاراتيه كانوا يعلمونا إن تدش على قولتهم المباراة يا تفوز يا تأخذ درس وأنت طالع. درس، كل غلط الدرس، ما في حساب إن شاء الله. إنزين، في ناس بدوا معك، يعني نقدر نقول هم من نفس جيلك. تشوف نفسك وصلت بمرتبة أبناء جيلك ولا ما أخذت حقك للحين؟ لا الحمد لله ما أخذ حقي. ليش ما أخذت حقي؟ يمكن بالبداية كنت أقول أن أنا ما كنت ما أخذ حقي. بس لا الحين الحمد لله ما أخذ حقي، واللي كل مجتهد النصيب، يعني اللي خذ رزقه وصار أحسن مني ألف عافية عليه، هذا رزقه وتعبه وجهده، وأنا اللي تعبي وجهدي ولي يوم إن شاء الله. في فنان بجيلك أنت معجب في أداء بالدراما؟ وايد، ما أبي أحد الأسامي. ليش؟ ربعي، أغلبهم ربعي، ما زي ما تبزع على حد، يعني دبلوماسي بطبعك. أنا بطبعي مو دبلوماسي، بس ما أدري يمكن من العولمة اللي صارت هذه، من السوشيال ميديا اللي صارت، صاروا الناس حساسين بزيادة عن اللزوم. بس مرات يعني يقولك صديق للكل ليس صديقا لأحد.
هذا أنا. أنت لست صديقاً لأحد؟ أنا لست صديقاً لأحد، أنا أحب أكون يعني أنا حتى الحين بالمجال الفني كلهم ربع كلهم حبايبي. المفروض ما يهمك إذا أحد زعل دام إنه هم مو أصدقائك. لا ما يهمني إذا أحد زعل. يعني ما تقدر تسمي فنان بجيلك هذا أداء يعجبني؟ تخاف يزعل أحد ثاني؟ في غيره يزعل، في غيره يزعل، في غيره يزعل. للأسف هذا شيء مو حلو، شيء مو حلو، بس للأسف لك وايد وايد يعني الشباب ما شاء الله خاصة الفترة اللي أنا طالع فيها. يعني أنا يمكن قبل كم يوم كنا شيء قاعد نتناقش بالديوانية وقلت لهم، قلت لهم يعني أنت حتى النجومية اللي أنت قاعد تشوفوني فيها هذه باكر يطلع واحد من الشباب يسوي له دور نفس الدور اللي أنا قدمته وحبوه الناس اللي هو خلينا نقول دور الحبيب هذا أو دور العاشق. شباب صغار وايد، والشباب اللي قاعد يطلعون الفلتة الصغار يدد اللي إحنا للحين ما محافظين أساميهم خبرهم. عشان كذي أنا ما أبي أحد. شوف للحين ما أعطيتني ولا اسم. ما راح أعطيك ولا اسم، ما راح أزعل. طيب الجيل اللي بعمرك أنت مو الشباب اللي توهم طالعين. اللي بعمري. اللي بعمرك. اللي بعمري. قاعد أقول لك أبناء جيلك. أنا يعني مو جيلي الفني، عمري 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 صجي. أنا عمري. عمرك الصجي اللي ما تدري. هذيل من عمري. كلهم فنانين. خالد أمين خلينا نقول مو وايد أكبر مني، يمكن تقريبا 4-5 سنوات. خالد أمين أكبر من جيلك؟ يعني أكبر من جيلي. عيال خلينا على جيلنا، عبد الله بهمن، على محمد الحداد، على وايد الفنانين ما أقدر أعدد. وزينين يعني مو محمد الحداد، أنا الحين أراهنكم عليه إن شاء الله برمضان بيشوفونه بدور جديد. أنت معاه بالعمل؟ لا أنا مو معاه بالعمل. حلو كان ما تزعل أحد. أنا ما زعلها لا. طيب قدمت أنت أدوار رومانسية أو خلينا نقول بدأت بهالخط وماشي فيه يعني ما شاء الله تمام، حبوك الناس بهالأدوار. لو أعطيك مثلا أسامي هالأشخاص هم أجادوا أدوار الرومانسية، منو برايك أفضل من قدم الأدوار الرومانسية من الأسامي اللي بعطيك إياها؟ فؤاد علي، عبد الله أبو شهري، وأحمد النجار. أحمد النجار شتواضع. وين ما يبي يزعل أحد قال أنا مالي شغل. لا بس بسالفة إن أنا أحسن من الناس، مو واحد أحسن من أحد، بس أنا بس حلوة الثقة بالنفس ترى. الثقة بالنفس حلوة. بالعكس الإنسان اللي واثق بنفسه ترى. إيه مو شوفت نفس يعني. أنا الوالد ليه اليوم كل مرة يذكرني فيها نصيحة أبوك يعني وياك والكبر، بس مهما يكون أهم التواضع الزايد مو زين، الواحد لازم يعرف قيمة نفسه. بس في ناس ترى تقول يعني أنت متهم إنك تقلد محمود بوشهري ومحمد صفر يعني بالأداء التمثيلي. في ناس قالوا لي أنت تقلد خالد أمين. وخالد أمين ما قلد. أنت تقدم رومانسية كوميدية نفس تقريبا الخط اللي ماشي عليه محمود بوشهري ومحمد صفر. خالد أمين قدم جميع الأدوار، قدمها خلص. هذا خالد أمين طافنا. احنا خلنا على قولك مع الشباب اللي قلتيهم الحين. إيه محمود بوشهري مع احنا هذه رومانسية محمد رماسي. صفر أيوة. قدموا الكوميديا اللي يسمونها رام كام، الكوميديا الرومانسية. أيوة أيوة. انت ماشي بهالخط، في ناس قاعد يقول قاعد تقلدهم، انت حقك تجاوب. انا من حقي اقول انه مو انا مو قاعد اقلدهم، انا قاعد اكون طيب يعني قاعد احاول اوصل حق الواقعية والطبيعية كثر ما اقدر. تبي خط خاص فيه احمد النجار بروحه؟ اي مو خط، ما ابي اقول خط خاص يعني، بس ابي اروح كثر ما اقدر عند الواقعيه. يمكن ليش ان انا تعلمت وشفت الاعمال اللي خلينا نقول العالميه اكثر، او يمكن انا لان ما درست بالمعهد، اغلب اللي يدرسون بالمعهد يتاثرون من التمثيل خلينا نقول المسرحي شوي، تمثيل المسرحي في مبالغه. قاعد احاول خلينا نقول نسوي سوق جديد. سوق جديد، سوق جديد وموجود. اتوقع الحين مع السوشيال ميديا قاعد يصير يعني، حتى الحين طلبات المخرجين قاموا يطلبون، اللي حتى اللي مو مسوين عمليات تجميل قاموا يصيرون مميزين اكثر من اللي مسوين عمليات تجميل، قاموا يدورون الواقعيه بالاعمال. شباب وبنات؟ شباب وبنات. انت اذا انا عشان كذي ما بسوي ولا شيء. يا لا تسبق يعني. اذا دور في فنانين يعني مثلا عالم، انت قلت الفن العالمي، في فنانين عالميين يعني يلجؤون لعمليات تجميل، يلجؤون لمثلا يضعف نفسه لدرجه او متن نفسه يكتسب وزن زايد حق يقرع زيرو يسوي واتيفر حق الدور لهالدرجه عنده. أي. تفاني لأداء الدور، أنت توصل لهالمرحلة؟ أنا أوصل بس ما أسوي تجميل. يعني على سبيل المثال أنا قبل فترة كنت بروح أسوي تحديد حق اللحية حق والكل يسويها طبعاً. لا هذا شيء طبيعي، أنا مو تجميل. أنا ما سويتها عشان لا سمح الله، واللي نبهني عليها أخوي العود خالد أمين قال لي باكر عطوك دور شحات مثلاً، ولا عطوك دور مطوع مثلاً، مو محددة هذه، ما راح يكون شكلك واقعي. فأنا مثل ما قلت أنا قاعد أحاول أكون واقعي كثر ما أقدر.
أتم مثل ما أنا يعني إن شاء الله. حتى إذا صلحت إن شاء الله بتشوفوني وأنا أصلح. في تقدر تلبس بعد بس عن كل شيء أكبر كل شيء متوفر ما تبين زينة. طيب برايك شو اللي يمنع عندنا أحمد بكل صراحة إنه يكون عندنا مسرح سياسي في الوقت الراهن؟ إحنا تميزنا ترى بالمسرح السياسي من يعني جيل العمالقة. تميزنا فترة وبعدين بعد فترة الله اللي الله يرحمهم اللي موجودين الله يطول بعمرهم دشوا السجن وتأذوا. مشكلة مو اليوم إحنا عندنا ما أبي أقول ما نقدر ندي رأينا مثل أول بس هذه فكرة. مع إن إحنا بلد ديمقراطي مثل ما كنا قاعدين نسولف يعني المجتمع صار حساس. المجتمع صار. هل السبب بالسوشيال ميديا لها دور؟ إيه. ترفع أحد وتنزل أحد. مو ترفع أحد مشكلة شوي. هذا مقياس أنا بوجهة نظري هذا مقياس يرفع أحد ينزل أحد هذا فترة وراح تعدي لأن إحنا خص العام أعتقد إذا ماني غلطان يتفت كذي إنه كانوا يحطون الفنانين أو خلينا نقول الممثلين بالعمل بناء على عدد متابعينه بس اللي صار وأنتوا تقدرون تشوفون يعني بدون ما نعدد أسامي الأعمال أغلبها فشلت فرجعوا الحين المنتجين مرة ثانية قاعد يأخذون الممثلين وقاعد يأخذون هذا مقياس خطأ لأن اللي موجودين بالسوشيال ميديا مع احترامي للكل أغلبهم أطفال يعني أنا اللي قاعد يحدد أنا أعرف أمثل ولا أنا ما أعرف أمثل ولا هذه الكلمة تنقال ولا ما تنقال طفل أو مع احترامي للكل يمكن إنسان مو مثقف فنيا مو مقياس كلش مو مقياس أنا عشان كذي أنا أصلا مقل جدا بالسوشيال ميديا مقل في السوشيال ميديا ومع انه يعني ترى في ناس وايد تعتمد على السوشيال ميديا يعني حاليا ويعني هذا شيء غلط ولازم يتعدل بس انت بعد هم طلعت بالسوشيال ميديا طلعتني السوشيال ميديا اي الناس حبوني والناس كذا مرة ركبوني ناس يسحبونك انت صاحب قرار جيت شويه انا صاحب اي وقت كورونا وهاي طلعت بالسوشيال ميديا يمكن هذا واحد من الاسباب اللي يخليني الحين ما اطلع بالسوشيال ميديا لان الحين قمت اطالع الفيديوهات انا ما احب اطلع مبهدل ما احب الناس تشوفني مبهدل ما يعني احب اكون شكلي حلو ومرتب لما كنت اطالع شلون كنت اطلع كذي يعني قصدك الشكل ولا كسلوكيات ندمت عليها شكلا وسلوكيات وحتى كلام انا ليش يمكن الحين الناس يقولوا لي انت تطلع وايد مقابلات وشيء مضر انا بالنسبه لي شوف انا قاعد اعوض اللي بالسوشيال ميديا هذا تسويق وهذا تسويق بس انا هنا قاعد اطلع بشكل مرتب كلام موزون نجوم اول دائما كانوا يعتمدون على التلفزيون كلقاء يبدي وجهة نظره بشكل المتابعين شنو يبون يشوفوني كم قاعد يشوفوني فالسوشيال ميديا وليدة اللحظة قررت يعني واحد ياخذه عشان كذي في ناس السوشيال ميديا دمرهم يعني فنيا انت تقومين من النوم مستعسرة تحطين كومنت يمكن هذا الكومنت هو يهدم حياة فنان تتأثر انت بالتعليقات السلبية يا احمد شون تتأثر بالتعليقات السلبية للناس لا بس واضح انه يعني تدير بالك قمت اي ادير بالي هو قاعد قلت لهم لحيت انت تحشمها ولحيت انت تحشم نفسك عنها فهي انا احاول اداري نفسي واذا صار بس انا ترى من النوع اللي ارد انا ما اسكت يعني اذا في كومنت مو زين انا من النوع اللي ارد اترد طيب ما تخاف هالشيء يخلي الناس مثلا تاثر على نجوميتك مع الناس امبلا وايد قالوا لي بس احب اكون واضح انا مع الناس انا ما غلط انا حتى لما ارد انا ما ارد بس ما تسكت عن حقك ما اسكت انا حتى مشاكلي داخل اللوكيشن سواء بعملي ولا غيره انا اشد وانا عصبي بس انا ما اغلط ليش اغلب علاقاتك الفنيه مع بنات مو مع بنات انت تشوفونها الجمهور هذا اللي قاعد يشوفونه الناس الجمهور اللي يبي يشوفه هذا المقاطع اللي تنتشر لك احمد عيب السوشيال ميديا هذا عيب السوشيال ميديا عيب السوشيال ميديا بس انت صاحب القرار انت قبلت انك تطلع فيه انا قاعد اصور هني وقاعد اصور هني انا قاعد اصور مع بس الشباب بس اكثر شيء مع اتحداك انا اصور مع الشباب أكثر. الناس شافت اصلا الشباب انا اطلع معاهم طلعاتنا اكثر يمكن اللي ينتشر لك اكثر ينتشر. بين الناس اللي مع البنات اعطيني بقالب الحبيب خلصنا بدون مبالغه في ناس فعلا يصدقون وليالي فتره جت وروان الحين قبل فتره نزل بيني وبينها روان بن حسين فيديو كليبها الجديد هم في ناس تكلموا انه والله وش حالاتكم مع بعض القالب اللي الناس تبي تشوفني فيه انت لما تبي تشترين سياره تطلعين بالشارع تشوفين السياره منها وايد منها ببالك هذا اللي الناس تبي تشوفه انا قاعد اطلع مع الشباب اكثر علاقاتي مع الشباب اكثر اصلا خارج اللوكيشن انا ما عندي علاقه مع ولا واحده من البنات يمكن الا ليالي دهراب ما ليالي دهراب الوحيده اللي يعني ما اطلع معاهم انا ليالي دهراب حتى بالوين 3 اشهر 4 اشهر يمكن نطلع مره احنا علاقه خاصه احنا خلينا نقول هي اختي الصغيره بديت وياها انا نجوميتي بديت مع هي ليالي. صديقه هي صديقه ويعني قريبه منك إيه؟
بس ما تلاحظ ان الفيديوهات اللي انتشرت خلت في ناس مثلا يقولون ان احمد النجار قاعد يروج لمفهوم الصداقة بين الجنسين وهذا شيء مرفوض في مجتمعنا؟ ليش مرفوض؟ انت قلت مجتمع محافظ، محافظ انا مجتمع ينتقد محافظ. كل شيء ينتقد. شكرا. فانت على نيتك مثلا وهذه صديقه مقربه وزميله وبالنهايه يعني تجمعكم صداقه وعمل وزماله واكل وقاعد اشوفهم 12 ساعه اكثر ما اشوفها. بس الناس قاعد تقول انت قاعد تروج بهالفيديوهات تنشرها، قاعد تستفز الناس وانك تروج لمفهوم الصداقه بين الجنسين. انا مو قاعد اروج لمفهوم الصداقه، انا قاعد اروج لمفهوم الصداقه لمفهوم النيه النظيفه. الناس تفسر النية ولا اللي ظاهر لها؟ الناس لها بالظاهر. فأنا عشان احنا ترى انا اكثر من مقابله قلت ان انا وليالي ما بيننا شيء، وليالي قالت اكثر من مره ان احنا ما بيننا، مقابلات مو سوشيال ميديا، مقابلات الناس هي مصممه تحطنا في هذا القالب، واحنا مصممين ان احنا نوريهم. ليش ما يصير بيني وبين صداقه؟ ما انا مو ممثل، انا كنت قبل ما اكون ممثل كنت اشتغل في احدى الشركات. الناس يمكن تدري احمد لان تنزل انت مثلا صور مع ليالي، فيقولون ايش معنى بس ليالي؟ يعني ليش ما عنده علاقات مثلا بانستغرامك؟ انا قصدي هم قاعد يشوفون. انا كان عندي انستغرام، انت الحين في انا مصور مع ليالي، مصور مع بس ليالي اكثر شيء، ليالي اكثر شيء، اكثر اقدم علاقه فيهم. منطقي الكلام، انا من عارف ليالي روان بن حسين، انا توني اعرفه، ما صرنا 3 اشهر، ما يصير صورها تكون على قولتهم بالستوري كثر صور ليالي. ليالي انا عارفها من 2019، ليالي صارت بيني وبينها هذا الصداقه، بيني وبينها صار صفر وشغل، فصارت بيننا هذه الصداقة، تهاوشنا أنا وليالي، صار في بيننا تهاوشتوا؟ إيه ربع، شو ما نتهاوش. إن شاء الله دائما تكونون على وفاق يا رب. بس ترى في ناس مثلا قاعد تقول إن مثلا أحمد يعني يتعمد أو متفق مع ليالي إنه يحطون هالمقاطع علشان لزيادة الانتشار، شو ردك عليهم؟ مو صحيح، غير صحيح، مو صحيح، مو صحيح. انا اصلا ما اصور من وين لوين اصور. في ترى هذه نوع من البروباغندا الاعلاميه الاعلاميه. شكرا. انا مره فتره من فترات شوق الهادي نفس الشيء، شوق الهادي كنا احنا نصور مسلسل امينه حافه 2، وبعد المسلسل طلعنا يعني احنا جروب المسلسل نطلع، فطلعنا واحنا نتغشمر بالفيديو، فيديو واحد تقريبا مشى بتيك توك تقريبا شهر، روما الناس تكلمون علاقه بين احمد وشوق الهادي، وفانزات ليالي يسبوني بعد انت قصيت على ليالي وانت هم الناس هم الاطفال تختلق القصه، تختلق على قولتهم الحلم وتعيشه. اي بس الفنان ترى يستفيد من هذه القصه اللي تختلق. طبعا يستفيد. طبعا يعني يستفيد. انت مع ان الاشياء المفتعله؟ لا 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 مو معها. شنو ردك احمد على اللي يقول ان سبب شهره احمد النجار ليالي دهرام؟ يشوف اعمالي هي ما لها دور في انتشاره؟ طبعا كل شخص انا اشتغلت معاه بعمل انشهرت فيه له دور ولا فضل، اكيد اكيد، لان لو مو عفويه ليالي ولعبها معاي وبالها الوسيع معاي لما انا اعطيها ليالي شرايك نسوي كذي؟ لو مو كاصدقاء بينكم كيمستري ممكن ان ومو بس هي يعني انا الحين لو تعالي حضره يوم الخميس ان شاء الله بزرعيتنا وشوف الكيمستري، ان شاء الله كيمستري حلوه صايره بيني وبين شيماء سليمان. وانا كنت مراهن عبد المحسن العمر اللي هو المنتج قايل لي انا بعد المسرحيه ما اخلي الناس يحنون ان تعيدنا كدويت وانا وشيماء، انا ماني احد اخاف بعد تزعل جماهير ليالي ويدشون عليك بالكومنتات. لا لازم يحبون، لازم يحبوني، يحبوني بنفسي، يحبوني كصديق ليالي، يحبوني كزميل ليالي، يحبوني ك الدويت اللي مع ليالي الحلو. واحنا للحين واحنا قاعدين نقول للحين كل مره نطلع ان احنا مو ما راح نشتغل مع بعض، بس احنا نبي نطلع لكم شيء يسوى. أنا وليالي كانت لنا تجربة بجنية ممكن تكون مو ناجحة، جمهورنا يستاهل نسوي لشيء ناجح. تسرعك وعفويتك أحمد ما تخاف تدخلك في مشاكل؟ دخلتني بالطوفة والله. يعني ترى حلو الإنسان يكون عفوي صريح، لكن مرات تسرع واتخاذ القرارات يعني اللي تكون وليدة اللحظة ممكن تسبب مشاكل. لليوم أنا أعاني من هالشيء، يعني أيكم أنا لليوم أعاني من تسرعي. ما تندم على قرارات؟ لا أرد وأقولك ما أندم، لا كل أطراق بتعلمه. كل طبعا عمري 40 سنة، أنا المفروض أتعلم من أنا أكون هادي، المفروض أكون هذا عمر عقدهم الواحد يكون رزين فيه. عمر كله إن شاء الله. يا جماعة إن شاء الله لازم أتوب من التسرع هذا، يا الدنيا تطقني طرقات يا أنا أطق نفسي طرقات. شنو شيء ثاني ودك تتوب منه؟ أعصابي. يعني ما لكم شغل فيني، إحنا نضحك ونتغشمر هذا، بس هذا ترى كل الضحك وكل الغشمرة
ترى تسبب ضغط للفنان. اللي يقول غير الكلام اقوى مني، يمكن ما بيقول ما عنده سالفه اقوى مني. يعني انا في مره الحين قبل فتره سافرت بروحي، والوالده الله يحفظها على سفرها قالت لي اسافر، قلت لها ما السفر الله يخليك، السفر خلوني بروحي، صار ما عندي مكان ما اجامل فيه. هذه مشكله عويصه. طيب انا ودي اسالك، يعني احمد انت مره قايل انك تحب تقلد، يعني تحب او تتقن التقليد منذ الصغر، ما راح نشوفك في يوم من الايام مثلا بهالخط ان مثلا تقلد شخصيات؟ بلى، وفي مشروع كان قبل فتره وما نبي نقول توقف، خلينا نقول قاعد يتوبك، قاعد يتوبك. ابي اقلد، بس ابي اقلد، ابي الدور يعلم، ابي اخلص العمل، هذا العمل اللي قاعد بالارشيف، هذا اللي طول العمر الناس تشوفه. ما ابي اقلد تقليد، مع احترامي لكل، ما ابي اقلد كوميدي، ابي اقلد. يعني قصدك نفس خط الفنان مثلا احمد زكي لما قلد شخصيات؟ ايوه ايوه ايوه. في شخصيه في بالك تقدر تقلدها؟ دور ودك تسوي؟ ودي اسوي، ممكن اي اعرف ما جربت، بس ودي اسوي، ودي اقدم شخصيه فهد العسكر، الشاعر فهد العسكر. الله يرحمه. يعني هذا نوع من الادوار المركبه او تقليد الشخصيات طبعا تحتاج يعني سكيلز معينه طبعًا للفنان طبعًا. لكن انت حصرت نفسك في ادوار الرومانسيه قالوا لانها اسهل. هي اسهل اسهل اسهل، منو ما يعرف يتغشمر، منو ما يعرف الموضوع يبي له. يعني شوي خليني اكون صريح معك، انا اول ايام مسلسل جمار كنت استحي. حتى عندي ادوار انا مع الفنانه نور الغندور، نحن انا اخوها فطفرها وتضحك معي، فهي تحق لسان خالد جمال، قلت له استاذ انا استحي، قلت له استحي شلون اتغشمر معاها؟ يخالف دق عليها تي اقعد شوي اسولف معاها ان شاء الله شوي يطيح المي، انا يلا 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 دبر امورك. فهي سهله الموضوع، انه بس الواحد يطيح الميان، انا شوي اطيح معك الميان اقدر اشعر معك ما في شيء. هي موضوع حياه، الصعب ان انا، وسهل ان انا خلي الانسان يبتسم، بس صعب ان انا ضحكه هذه كوميديا صجيه، هذا موضوع ثاني. سهله اللي انا قدمت البدايه هذه كانت سهله. انا الحين اللي قاعد اقدمه الحين وان شاء الله بتشوفونه برمضان، اعتقد انه هو هذا هني بدايه احمد النجار الحقيقيه، هي بدايه تحدي لنفسي. ان شاء الله على طول خطاك يا رب ثابته، وان ان شاء الله دائما نشوفك. يعني توترتيني خلتيني بازدهار للزهار. لا ما كنت اتوتر ان شاء الله. في تصريح سابق لك احمد تقول ان ما عندنا ثقه بالسينما الكويتيه، صح؟ رايك ليش؟ الانتاجات التعبانه اللي صارت، شو اللي يمنع؟ عندنا كل شيء، عندنا كل شيء، عندنا كل شيء، بس صار عندنا طاقات فنيه يعني جباره. لا حد يزعل مني الحين، بنبلش نزعل الناس. انت وصلت الحين بنبلش نزعل الناس؟ لا بالعكس، انا ودي تقول الصج والصراحه، وانا ادري انك جريء وصريح. انتاجاتنا صارت تجاريه اكثر ما هي فنيه. صار المنتج يفكر بالربح اكثر ما هو، ما عاد في مساعدات. حتى السينما ما اعتقد انها قاعده تساعد المنتج. انت ودك تقدم دور في السينما؟ اوف 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 مو اوف، منو فنان ما يحلم انه هو يقعد بالسينما ويشوف نفسه على الشاشه الكبيره؟ بس احنا هني يعني منتجينا جبنا اوف بموضوع السينما. شلون يعني جبنا؟ يخافون اذا ما يربحون ما يدخلون هذا الريسك. ما يعتبرونه يعني اول بزنس فيه ربح وخساره. ما فكرت انك تنتج؟ بلى، انا بغيت اخربها هالسنه، بس لا طلعت قلت بدري بدري بدري. قصة تنتج بالطريقه اللي انت تبيها؟ اي عكس يعني ان شاء الله، يعني الحين الخطه الجديده انتاجي راح يكون ان شاء الله، هو خلينا نقول هو راح يكون الماستر بيس مالتي، هو العمل ان شاء الله. ان شاء الله شوقتنا، يلا بنشوف انتاجك الشجاع. هذا انتاجي على قولتهم يا خالي ابو ثنتين، فان شاء الله. يعني انا بعد لاحظت ان انت تنتقد هم بتويتر الوضع الراهن، يعني هذا ما ياثر عليك؟ تصريحات تويتر ترى وايد ممكن مثل ما قلنا تطيح او في اكثر مني ترفع. يعني في ناس اكثر مني امور سياسيه قاعد تتطرق لها. لازم انا شوي، احنا فنانين اللي احنا تربينا عليهم يتكلمون بامور الشارع، يتكلمون بهم الشارع اللي انا تربيت عليهم. انا ما ادري الناس وين تربوا،
انا تربيت على خالد النفيسي الله يرحمه، على عبد الحسين عبد الله الله يرحمه، على سعد الفري الله يطول بعمره. هذيل الناس كانوا يقولون الكلمه اللي عندهم يقولونها وبدون تجريح وكل باقه وكل خفه دم وكل طافه. الانتقاد عمره ما كان خطا. اريد اقول لك احنا صار مجتمعنا حساس، احنا صار عندنا اذا انت مو نفس تربيتي مو نفس تصرفاتي فانت خطا، واذا انت خطا فانت عدوي. بس في تصرفات يعني الواحد يكون مسؤول عنها، يعني مثلا انا بقول لك بدون زعل، يعني انت تطلع احمد باللايف مثلا تدخن، يعني دخن وناس قاعد تنتقدك ان انت قدوه يعني انا مو قدوه. ليش انا قدوه؟ قدوه خيصر عمر بالخطاب، قدوه خيصر علي بن ابي طالب قدوه، ليش انا قدوه؟ حتى الفنان ممكن لا لا يكون لا 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 يعني لا. الجيل الجديد يتاثر بعماله في يشوفه. شوفوا عشان يمكن انت قاعد تقدم مسرح للطفل احمد. اي ما يخالف الطفل، انا شنو قاعد اعمل داخل المسرح؟ تعالي مسرحيتي، انا قاعد اعلم حب الطفل الوطن. اللي يجيلك بالمسرحيه ممكن يتابع لايفاتك، الحين كل شيء صار متاح. يعني الحين الخطأي انا كله كان السيجاره، مو خطأي السيجاره، كل انسان في عيب. ابوي يدخن بالبيت، انا ادخن قدام عيالي بنتي لليوم تقول لي بابا عيب انت تدخن، معني انا ادخن قدامه. تربيه شيء، واللي احنا راح نتعلم شيء. ترى على فكره احنا اللي ما ادري انا الحين، لان انا ابوي قمت اسولف هالسوالف، فكرة خاطئة ان كل التربية بالبيت. التربية ترى مو كلها بالبيت، البيت يحط الاساس، انا احط الاساس، احط البذرة، وكلنا قاعد نتربى بالشارع، كلنا قاعد نتربى بالشارع. لا احد يقول لي انا تربيت بالبيت، انا ما تعلمت السجاير من بيتي، انا ما تعلمت. انا امي وانا صغير عمري 8 سنين حفظتني جزء عمه، تفهمت شنو اقصد؟ هذه بذرة هلا نتعبها، واحنا لازم نتعب، بس اللي يربي اخر شيء الشارع، الربع هم اللي قاعد يربون، هم اللي قاعد يصقلون. هذا الاحتكاك ال 12 ساعه برا البيت هو اللي يربي مو داخل البيت. فالسيجاره هذه ما راح تخرب الليال، اذا انا قاعد اعلم الليال خلي يعلم الليال، يتعلم مني الليال حب الوطن، خلي يتعلم مني انه هو ما يكذب، خلي يتعلم انه يكون هو صلته قويه بربه. انا هذا كله قاعد اقوله بالسوشيال ميديا، كله قاعد اقوله بالسوشيال ميديا. الناس ليش ماسكين السيجاره؟ فقمت لما ارد واقول لك الناس هم في قالب يحطونه، واغلب هذه اغلب الاكونتات هي تبي الشهره، تبي الترند. شنو الترند؟ الترند ما راح يضرب على موضوع انا متكلم انه حب الوطن. يا جماعه ما راح يصير ترند، تحمل يا جماعه، تحمل اللي قاعد يصير بالديره هذه، ديرتنا والدنيا كذي فوق وتحت، هذا ما يصير ترند. لما انا هي اذم الديره هني يصير ترند، لما انا يا ولع سيجاره على قولتك يصير. كل اغلب الممثلين دخلوا، شنو الفكره؟ ان انا مو قاعد ادخن قدام العيال، قاعد يشوفوني بالجمعيه قاعد ادخن، يشوفوني بالسوق قاعد ادخن. مو موضوع زيائر، الموضوع المحتوى اللي أنا قاعد أقدمه، طريقة الأسلوب، طريقة الكلام اللي أتكلم فيها قدام. إحنا كأطفال، أنا كأحمد، أنا ربيت ببيت حمولة، تربيت من أهلي، شفت أبوي شلون يكلم أبوه، شفت أبوي شلون يكلم عمه، تعلمت شلون أتكلم. في تصريح سابق لك أحمد قلت إن أنت الشهرة سببت لك الغرور. أنا ما أذكر إن أنا قلت كذي، بس أنا سويت لي الغرور. بلى، هذا الفيم، لمعة الشهرة تعمي، تخلي الواحد ينغر، تعمي. بس الحمد لله أرد وأقول أنا أبوي وايد ينصحني فيها، يعني كل فترة وفترة يقول لي عبد الله أخوي أقرب الناس لي، قايل له أنا طقني طراق على راسي، شوفني أختار طقني طراق على راسي. الناس حبوني لأن حسوني قريب منهم، واحد من عيالهم. هذا الكويتي ولدنا، هذا الكويتي ولدنا، مو مغرور. ما أحبك المغرور، إن شاء الله مو مغرور. الثقة بالنفس حلوة، لكن الغرور يخلي الإنسان يعني هذا التصريح يطيح رواسي. أي طبعا يطيح رواسي، كسر مع كل المجال وبر المجال. الغرور هو المقبرة، مقبرة إن شاء الله الفنان. إن شاء الله الله يبعدني عنه، الله يبعدني عنه. شاركت بفيديو كليب مالك أمل، حققت نجاح باهر، ممكن أنك تعيد التجربة؟ يمكن. شلون صارت مشاركتك بهالفيديو كليب؟ كذي تم اختيارك ولا انت حاب كنت تشارك؟ روان دق علي المخرج شملان نصار، قال لي يلا روان طلبتك، ابيك فيديو كليب لها. قلت له يلا الساعة المباركة علي، بيني وبينك، لان انا كنت احيانا ليالي ربع، فشوي غرت منها لما طلعت هي مع لويز. قلت سبقتني. صارت كذي انها يلا هي توها طالعه وانا الحين يلا وناسه. حلو، يعني بيكون تحدي فني. وانا واحد يعني انا واحد من علاقات من متابعين روان من الحسين من اول ما طلعت، وانا سويت تعرفت عليها بالعلاقاتهم واستانسنا، وهم كانت بالنسبه لي فرصه اوري الناس ان احمد النجار مو مرتبط باسم احمد النجار، اي عمل يشتغل فيه ينجح الحمد لله. يعني العمل امس كلمتني روان وصل 1,000,000 متابع مشاهده، توافيج من رب العالمين.
وريت الناس ان انا راح تعيد التجربه، لا تربطوني مع احد، انا بروحي اشتغل. راح تعيد التجربه مع احد ثاني اذا فقد شيء احسن، الواحد يبي يصعد على قولتهم، ما يبي ما نبي نعيد خلاص هذا دور الحبيب على طول. اذا ما خفت هل يعني حلو الانتشار اللي قاعد تحققه احمد، الله يوفقك فيه يا رب، وان شاء الله اشوفك للعالميه. ما تسبب هل مثلا او هالانتشار ما او المشاركات الناجحه خلينا نقول ما تسبب غيره فنيه؟ بكل امانه بلا طبعا حاشتك هالغيره الفنيه. انا مقتنع الحمد لله لكل واحد رزقه ياخذ رزقه. احد غار منك شمعنا احمد؟ سمعت بس انا ما بيحط ببالي، انا من الشباب بدي اي شباب اكثر من البنات نسمع منهم، بس انا بدي زينه، انا اذا ما شفت منك شيء مو زين انا ما راح اصدق اي شيء ينقال لك. يعني ما تفتح اذنك لاي احد يقول لك شيء؟ ما جورد اقول لك انا، واذا تاكدت ان الكلام هذا صحيح احد نفسه هو اللي تعبان، هو اللي تعبان مو انا اللي تعبان. انا ماشي مركبي ماشي مثل ما يقولون ومبتسم وقاعد اشتغل والناس بتحبني تحبني، وكيف هو يبي غار خير. نشوف التوجه حاليا للمنصات، هل القنوات الفضائية يعني ما قامت تتحقق الانتشار المطلوب للأعمال؟ هذا شيء قاعد نشهده في الآونة الأخيرة. أي صار كل واحد تليفونه بيده، احنا نكون صاير واقعيين. يعني كان قبل الانترتينمنت كان عندنا تلفزيون، كان يعني خلاص تلفزيون يبطل الساعة 8-10 الصبح، كان يبطل يسكر 8 بالليل، وهذا هو الانترتينمنت اللي عندنا كلنا. الحين صار في تليفون، ما أقول التلفزيون راح ينتهي، ما أتوقع راح ينتهي بيوم من الأيام، بس خلاص صار التليفون في المنصات دائما هي اللي انجح. بعدين المنصات قاعد تسوي الاعمال هذه القصيره اللي خطا التلفزيون ابتعد عنها بوجهه نظري. يعني احنا قبل بالكويت تلفزيون الكويت كان عندنا هذه السهرات التلفزيونيه اللي هي 3 حلقات وست حلقات كانت حلوه ونتابعها ونعرفها كلها وحافظينها، ليش قطعوها؟ هذه خساره المحطات، المحطات هي اللي ابتعدت عن التوجه اللي مسكته المنصات الرقميه هذه. خلينا نقول شنو ناقصنا احنا في القنوات اللي عندنا في الكويت؟ قصنا نوخر الواسطة. نوخر الواسطة بس بالتلفزيون؟ لا كله مجال الفني كله نوخر فيه الواسطة، ما يكون فيه مجاملات. فرق لازم تكون فيه فرق، ربع لازم يكون فيه ربع، بس الواسطة احنا نتكلم الواسطة بصورتها السوداء. انت ما اعتمدت على الواسطة في دخولك للفن؟ لا انا حفرت في انتقائك للأدوار. انا حفرت فيديو ريولي من الجامعة، كنت امثل حتى حق طلبة اللي عندهم عقلتهم طلبة الإعلام، كان عنده مثلاً بحث تخرج يسوي فيديو، أنا كنت أمثل عنده. هاوي الشيء. حفرت ليه؟ نذكر 2019 خالد الرفاعي قال أنت ما تبي تدش دراما، قلت له تكفى. عيست وأنا يعني أنا سنة من السنين طلعت بأربع إعلانات برمضان. رمضان واحد. جنيت كذي بس خلاص لازم أحد يعرفني. لأن ماكو لأن في واسطة. في أشخاص بالمجال ما يستحقون إنه يكونون فيه أو هالنجومية اللي حققوها ما يستاهلونها برأيك؟ دون ذكر اسامي، هم بالمكان الخطأ. وللأسف السوشيال ميديا والمتابعين الملايين هذي اللي عايشوهم بحلم، هم عايشين للأسف يوصلون معاك لمرحلة يدخلون بشغل المخرج داخل اللوكيشن. أما المنتج مرات يعني يرفع حتى سعر مثلا طلب لعمل الفنان بناء على متابعينه. والله مشكلة، مشكلة بالتعامل ومشكلة حتى بالشغل. شلون يعني مشكلة بالشغل؟ يدخلون في مو بس يدخلون، انا خلي لا يدخلون، خليه هو خوش انسان الشخص هذا اللي هو خلينا نقول ما يجي للتمثيل، هو خوش انسان وطيب وحبيب وعليه والنعم، بس لما يقعد عندي انا عندي مشهد امي توها ميته وبكي لازم ابكي وادش حاله نفسيه، هو وجهه فلات ما يدري شلون يعبر، يخرب المشهد كله. هذه الاشياء اللي قاعد تخرب. لما يجي انا سوري على الكلمه فنان ما يسوى انا احط راس حربه، حط راس بالعمل ويشوف نفسه عليه بالعمل ولا يهتم ولا يحضر بروبات ولا يلوكيشن محافظ، شو اسوي فيه؟ صارت انا معك قاعد اكثر الممثلين الباجي. صارت معك يعني فعلا؟ طبعا صارت معي. احنا كل شوف احنا بالكويت احنا مجتمع خلينا نقول لزقه مثل ما يقولون، هذا اللي ملوتي وعندنا هذه الفزعه وعندنا اللي ربعه ويشيل ربعه، وانا ما اقول مو ضد الشيء هذا، حالات الواحد فزاع. انت مع هذا بس في ناس راح يسمونها شلالية في العمل، في ناس قاعد تمسخها. انت مع شلالية؟ مع شلالية طبعا. عبد الحسين عبد الرضا لما كان فريق كان فجر الدنيا، لما كان هو سعد الفري مسرح واحد والله شو سووا.
ولما طلعوا هذه كانت بداية اللي ما شوي شوي نزل مستواهم اللي بيزعل يزعل. هذا الحقيقة. عندك تيمك الخاص؟ لا. راح تصنع هالتيم؟ أكيد راح أصنع تيم خاص. بس إحنا عندنا هني الحين صار عندنا مشكلة، كل واحد يعني ينجم شاف ناس شاف نفسه راس حربة. ولا هذه مشكلة إذا كلكم أنتم كلكم هدافين، وين من المدافع؟ من الحارس؟ هذه مشكلة. احنا عندنا هذه النفخة قلت لك، هاي لمعة السوشيال ميديا، لمعة الشهرة هذه. حتى في فنانين قاعد يختربون، في فنانين انا اعرفهم يعرفوني مثلا بعد الشهرة وبعد الملايين متابعين الملايين، صار هي اللوكيشن وريال. انا ما اتكلم عن انثى، ما اتكلم عن ذكر، هي اللوكيشن هو معتمد على حالاته. ياي ما يدري، هو قاعد يركب له المايك، هو ما يدري شنو المشهد اللي بيصوره. يعتمد على السوشيال ميديا اكثر من التمثيل. زين بس خلينا نكون واقعيين، ترى هم السوشيال ميديا يعني خلت وايد ناس اقتنوا. اي الفلوس مالت السوشيال ميديا مو حلوه؟ طبعا حلوه. كذاب شوي يقول لك ما احب الفلوس، كذاب. واللي الفلوس مو سعاده والسعاده ولا... لا لا كذاب، قناعه زينه. بس الفلوس يجيب لي الوناسه، احنا بزمن الفلوس يجيب لي الوناسه، مو لما ازرع قمح يجيني الوناسه. انا زمن الفلوس ما راح اقدر اسافر اذا ما عندي فلوس، ما اقدر اشتري سياره. احنا شنو وناستنا؟ مدينه ملاهي، ما راح اقدر اروح مدينه ملاهي اذا ما عندي فلوس. إذا عرضوا عليك دور مثلاً بمبلغ مالي على قولتك الفلوس حلوة، بس أنت مو مقتنع فيه، تقبله؟ أنا راح أسوي هذا سالفة المبدأ، كلنا عندنا مبدأ، بس أقص الحق. هي أقص الحق من نفسي ومن الناس. إبليس ما مات، وكل إنسان له صفر. راح تمثل الله يبعدني الصفر، الله يبعدني عنه. أنا كثر ما أقدر أحاول أبتعد عن هذا الموضوع. انعرض علي عمل قبل فترة، ما بقول هو مو زين، لا لا زين، بس بالنسبة لي جريء. بالنسبة لي أنا أحمد وجهة نظري أنا جريء، ما دخلت، وكان مدفوع لي فيه سعر زين بالنسبة حق سعري الحين أو حق قيمتي الفنية الحين، كان زين. بس أنت قاعد تقول إحنا في زمن كل واحد من صفر، ما راح أجد. ما تدري أنا شنو الصفر اللي يعميني. أنا إنسان، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الله قال مو كلامي. الدور ما كنت مقتنع فيه إنه جريء؟ العمل كله جريء. طيب انت ايش رايك بالجرأه اللي قاعد تصير بالاعمال الفنيه؟ يعني في ادوار في معوضد. فنانين معوضد 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 يعني انا قصدي اللي اثرت على مجتمعنا، يعني ضد التقاليد والعرف السائد. لا لا شوف، فن الفن احنا لما نجيب حق الحين مثلا الرسم، في شيء اسمه الفن السريالي، شيء خارج عن الواقع، خارج عن المألوف. في عندنا اللي هو بس انت بروحك احمد قلت احنا في مجتمع محافظ. كيف اللي انا ما قلت ان اللي يسوونه غلط، اقول انا ما اسوي هذا فن. في فن على شرفات العمل اللي تو قاعد تقول جريء. انا قناعتي انا شلون يعني قناعتي يعني خلني افهم احمد، انت قلت أنا ما احب، انا ما احب باكر عيالي لما يكبرون يشوفوني بهذه الصوره. يعني علشان ضد مبادئك ولا ضد فكرت ضد يعني كانت في وسط مجتمع محافظ وفي اهالي بعدها ما يبون يشوفون عيالهم هالمشاهد المخله، نفس ما انت تخاف على عيالك. زقار مشاهد مخله؟ لا مو عنك شخصيا احمد، عن الدور وعن المسلسل. انت قلت في دور جريء، انا رفضته. المسلسل كبره جريء. العولمه موجوده، رضينا ام ابينا؟ الميديا موجوده، رضينا ام ابينا؟ الفن شلون اتعامل معاها؟ شو بس شلون اتعامل معاها؟ انت اللي ما يعجبك يعجب غيرك، اللي انت تشوفينه خطا خليني عني عشرة دقيقة على وجه الكلام. اللي أنا أشوفه خطأ بشكل عام، خلينا نقول الأدوار اللي تشوفها الناس مثلاً فنانين في مثلاً قاعد يتخذون هالخط، قاعد يروحون في أدوار جريئة وطالقين يعني الكل بالطوفة، مو همهم تحت مسمى فن. أنت معه ولا ضد؟ قلت معه. قلت معه وضد. لا إيه معه وضد، مع إنهم يقدمون اللي بيقدمه يقدمه. ضد إن أنا أنت ما تتخذ. عندي واحد اثنين ثلاث، ماكو يعني شوي ماكو ريال يمشي بدون كود. انا ما احب اتخلى عن الكود. انا عندي مبادئ، انا قاعد اربي عيالي على مبدا، انا تربيت على الدين، على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما علمنا الدين احنا نكون انسان، عمه كان يؤذي ويقط الوسخ بيته قدام بيتهم، ما دعا عليه دعاله. احنا هذا لازم نتعلمه من الاسلام. احنا انا قاعد اربي عيالي على هالصفه، دين تسامح، دين تعايش، دين الوسطيه، هذا اللي اربي عليه. عاد ديش الساعه انا ما ارضى على نفسي مثلا اقدم دور. انا قدمت دور يعني الحين ان شاء الله برمضان راح تشوفون دور واحد يمكن متعاطي يمكن، بس ما وضحته. ما راح اقدم دور متعاطي، ما راح اقدم دور متعاطي. ليش؟ لان في قصه اذا في مشاهد شلون يتعاطى ولا شلون يسوي ولا هذا، هذا الغلط اللي انا اشوفه. انا اطرح موضوع الادمان مو غلط،
اطرح موضوع المثليه، مو غلط بس ما توضحه تخلي تسلط على الادمان. خلي الكبير يفهم، ليش اخلي الياهل يفهم؟ ليش اخرب على الناس؟ الناس قاعده تربي عيالها مساكين، قاعد يتعبون ياكلون هواء وما يربون عيالهم. انا يوم بلقطه واحده اهدم التربيه هذه. ليش ترضى عيالك يدشون المجال الفني؟ لا اوف اوف ليش؟ لا انا الحين بوديهم المسرح يوم الخميس، ذاك اليوم اقول لهم اخاف عيالي يتعلقون بالمسرح. زين ما انت رفضت هالشيء، متناقض ترى احمد. لا انا مو متناقض، شوفي انت قلت انا اهلي كانوا ما مثلا رافضين المبدا ودشيت. يعني ما تخلي عيالك ياخذون نفس الخطه. عمري 23 جربت ادش، وابوي بغى يطردني من البيت لما صار عمري 40. ايش معنى على عيالك؟ دخلت لا دخلت المجال شفت شيء ما ابي عيالي يشوفه. يعني يعني لو من قبل هالسؤال اطرحه عليك قبل لا تدش المجال كنت عادي عندك؟ ممكن اي بعد ما دخلت المجال؟ عقب ما شفت لا اصلا. يعني انا ما شوي، انا ما اتكلم عن الاخطاء، انا ما اتكلم عن الاخطاء، خلينا ناخذ ابسط النقاط. ترى كل مجال لا ابس اند داونز. انا عيالي ما بيهم علي، يعني اقل مثال، اقل مثال. انا قاعد اشوف الاطفال الحين رتوله يا حليله الله يحفظها، بنت اختي شيماء سليمان معنا بالمسرحيه، انا قاعد اشوف شنو التعب اللي قاعد يصير. انا قاعد اشوف لما يصير اعلانات المخرجين والمنتجين ايش قاعد يسوون باليهال، يكسرون خاطري ودي انا زفه. ما تبي يعيشون هالضغوطات. طفل عمره مو عشان يشتغل، كل واحد لازم يعيش عمره. الطفل مو عشان يشتغل، عشان يستمتع. حتى بيمثل خلاص يمثل يستانس، ممكن خلي ولدي يصور اعلان ممكن، بس انهم يدخلون بهالمجال لا، يكبر ياخذ قراره مثل ما سواه معي ابوي، خلي ياخذ قراره. بس هم ما دام انه تحت مسؤوليتي وربي يعني يحسبني عليهم. يعني تحس اللي يخلون عيالهم مثلا يدشون بعمر مبكر كيفهم؟ لا 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 كيفهم؟ كيفهم عيالهم كلهم؟ مو قصدي بالمجال الفني، حتى في السوشيال ميديا مثلا تحس استغلال للطفوله. اكبر استغلال. اكبر استغلال. اكبر استغلال هذا الطفل ما يدري ايش ما يخلونه يعيش برا. ما يدري ايش، احنا ما ندري. يا جماعه الناس الدنيا متروسه عن ناس امراض نفسيه. ليش ما يصير ما نخاف؟ ما يصير. احنا قبل السوشيال ميديا بالتسعينات وأول الألفين يوم ما كان فيها السوشيال ميديا كان فيها الميانين موجودين بالشوارع ونخاف. الحين صرت كأنك قاعد تسلط الضوء. أنا كأني قاعد أعرضهم، قاعد أعرضهم. يعني مثل في طفلة بدون ذكر أسامي مكياج كامل تحط، ليش تحط طفلة تحط مكياج كامل؟ رايحة عرس مع أهلها مع عمها، كيف؟ حفلة عيد ميلادها تستانس مع رفيجاتها بالبيت، كيفهم؟ بس اللي طلع بالسوشيال ميديا. حلو عندك مبادئ محافظة عليها. إن شاء الله هذه البذرة اللي ربتني أمي عليها. شنو دورك في مسلسل السجين النصاب؟ كلمنا عنه. ضابط. ضابط. أنا كان الرومانسي ولا الضابط الشرير؟ لا لا كلش ما. الضابط الطيب. ما يمي أحد بروحي وحداني. أنا كنت أبي دور ترى دور النصاب. يعني أنا لما تسأليني شنو أبي أمثل، أنا أحب أدوار الشر أكثر. أحب خالد العبيد. الفنان الجميل خالد العبيد. الله يرحمه. أحب أدوار الشر. يعني كانت أنت تتمنى أكون أنا دور النصاب، بس أنا صرت دور الضابط. خلينا نقول الضابط اللي مركز حياته عشان يحل هذه القضية. ما بالقصة ما في جانب نفسي أو جانب اجتماعي للضابط اللي أنا مثلته، لأن هي القصة أصلاً على قولتهم خلينا نقول تركز على النصاب. هذا العمل راح يعرض في رمضان؟ لا لا 9/2 إن شاء الله. كل 6 حلقات كل أسبوع حلقة على شاشة. وبرمضان شنو عندك؟ برمضان عندي عزيز الروح مع عمامي عيال المنصور، محمد وحسين المنصور الله يطول عمرهم. هذا طبعا اقول عمامي لان عمامي فعلا يعني هم ماسكيني من ايدي حالي حال عيالهم الله يشهد. يعني العام رزوني وهالسنه قلت له ما بيصير دور الشرير، قال لي باك خذ دور الشرير. طيب اذا سالتك عن اسامي راح اطرح لك اسامي، عطني كلمه تعبر عن هالشخص او كلام انت وراحتك. اول شيء يخطر زين، واذا ما بيقول ما بيقول. ليش الحين ليش التشاؤم؟ ناس زينين تحبهم. قلت لي كذي حسيت شنو ما اذا قلت لك مثلا الفنان محمد المنصور. علم علم بس ما اقدر اقول عنه اكثر من كذي. المنتج والفنان باسم عبد الامير. هذا اخوي العود، هذا اللي انا في مرات قصرت معاه وهو للحين داير باله علي. طيب الفنانة حصة النبهان. هذه اختي القشرة حصوية. يقولون مستشارتك. لا ما مو مستشارتي، هي فارضة نفسها، هي لأن اختي فهي فارضة نفسها مستشارتي. حصو حادة بالكلامها في الوي. انا عشان كذي احب مو هذا ما شيء ما يزعجني. وترى يعني يوم استضفناها في البرنامج هم ذكرت اسمك بكل خير. احبها وفنانة
فنانة عظيمة. وواحدة من البنات اللي أنا اشتغلت معاهم، طبعا كلهم فيهم الخير والبركة، بس واحدة من البنات اللي اشتغلت معاهم تخوفني، لأنها تنقل من حالة لحالة بطريقة كأنها رجل آلي، أنا ما عندي القدرة هذه، توهقني لازم ألحق عليها بالمشهد. خلنا نقول مستشارتي، أنت قلتي كلمة واحدة مستشارتي. طيب أنا جدا كنت يعني سعيدة بهاللقاء، متسرع لكن عندك عفوية جميلة، خلنا نقول كنت قدها. الحمد لله، وأتمنى لك دائما التوفيق. تحبوني يعني؟ إحنا نحبك. الحمد لله، الله يخليكم ويعزكم.